في وقت الأزمات الكبيرة بيظهر تجار حرب كل همهم يكونوا ثروات وأرصدتهم في البنوك تزيد، حتى لو كان ده على حساب وطنهم اللي بيواجه تحديات كبيرة. وده تقريبا اللي حصل في مصر من بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الخطيرة اللي عملت فجوة تمويلية كبيرة أدت لارتفاع قيمة الدولار بشكل مرعب، وفقد الجنيه جزء كبير من قيمته، وحاولت عصابات منظمة تدخل على الخط وتستفيد من اللي بيحصل من خلال السوق السوداء للعملة. وكل شوية العصابات دي بتنوع خططها وبتغير استراتيجيتها وبتحاول تهرب من الملاحقات الأمنية وكمان من ضربات البنك المركزي. فترى إيه حكاية الدولارات الحرام في مصر؟ ومين بيقف ورا عصابات العملة؟ وفين الدولة من كل اللي بيحصل في سوق الصرف؟ بانكير، نبض البنوك. البنك المركزي وبالتنسيق مع الحكومة بيخوضوا في آخر سنتين معركة من أصعب المعارك، معركة بتهدد اقتصاد البلد وبتقضي على أي محاولات لتحسين حياة الناس. احنا باختصار بنتكلم عن اللي بيحصل في سوق صرف العملات الأجنبية في مصر، وإزاي في ناس لا عندها دين ولا ضمير ولا وطنية استغلوا أزمة نقص العملة أسوأ استغلال وحققوا ثروات طائلة من دم الغلابة. حد هيسأل ويقول إيه علاقة الغلابة بالموضوع؟ دي معركة ما بين البنك المركزي وبين تجار العملة. لازم تكون واخد بالك إن اللي بيحصل في سوق الصرف ده اللي بيدفع ثمنه الناس الغلابة، لأن ارتفاع سعر الدولار من 15 جنيه ل 31 جنيه ده أدى لارتفاع أسعار السلع زي الزيت والسكر والرز واللحمة وغيرها بنسب تجاوز 200%. يعني حضراتكم لما بتروح للبقال أو الجزار فأنت بتدفع ثمن اللي بيحصل من عصابات الدولار في السوق السوداء. طب والحكومة فين من اللي بيحصل ده؟ وليه سايبة تجار العملة هم اللي يتحكموا في سعر الدولار؟ المعركة مش سهلة زي ما حضرتك فاكر، والحكومة بتتحرك في الملف ده في أكتر من اتجاه. الاتجاه الأول من خلال الضربات الأمنية المكثفة والقبض على كتير من تجار العملة، وفي الفترة الأخيرة الأجهزة الأمنية ضبطت عدد كبير من وقائع الإتجار في العملة بالسوق السوداء وجمعت مبلغ بيقترب من 2 مليار دولار من عمليات الملاحقة، بالإضافة للتضييق على المضاربين وملاحقتهم على الصفحات المعنية تداول العملة خارج البنوك على صفحات التواصل الاجتماعي. وفي عقوبات مشددة وغرامات مغلظة بيتم فرضها على المتورطين في تجارة وتداول الدولار بعيدا عن القنوات الرسمية. كمان في اتجاه تاني الحكومة شغالة فيه بالتنسيق مع البنك المركزي من خلال طرح مبادرات وعناصر جذب الحائزي الدولار، وكان من الجهود دي طرح شهادات استثمار بفوائد مرتفعة جدا ومزايا تانية زي الاقتراض بضمان الشهادات بأكتر من 50% من قيمتها. بس زي ما قلت لحضرتك الحرب مش سهلة خالص، والأجهزة الرقابية والبنك المركزي بيواجهوا عدو مجهول وشغال بعيد عن أعين الأمن، وكمان بيتبع أساليب ووسائل خبيثة للهروب من الملاحقات. أيوة، يعني إيه بعيد عن عيون الأجهزة؟ هقول لك يا سيدي، في الكام شهر الأخيرة على سبيل المثال عصابات الدولار ابتكرت وسيلة جديدة لحرمان الدولة من مورد دولاري مهم جدا، وبقت بتلعب خارج حدود الوطن مع المصريين العاملين في الخارج. الحكاية باختصار ان العصابات دي بتشتري اي كميات من الدولار باعلى سعر في السوق السوداء من المصري اللي شغال بره، وبتسلم سعر الكميات اللي بتشتريها بالجنيه المصري هنا لاهله في مصر، يعني بيمنعوا وصول اي دولار للبلد. التحركات الخبيثة دي لتجار العملة في الخارج ادت لتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26% في الفترة ما بين يوليو 2022 ولحد مارس 2023، في الوقت اللي البلد بتعاني فيه من شح العملة الصعبة. كمان انخفض التحويلات المصريين بالخارج لحوالي 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو ومارس العام الجاري مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة السنة اللي فاتت. يعني مصر اتحرمت من حوالي 6 مليار دولار في وقت هي في حاجة لكل سنت مش دولار. أنا أشرفت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.